طبتم وطابت اوقاتكم واهلا وسهلا بكم الى نشره الاخبار من تلفزيون المجلس واسحبكم بها باذن الله فايز الرسمان والى العناوين. مكتب رئيس مجلس الامه دعوات رؤساء البرلمان البروتوكوليه والمواقف الوطنيه ثابته ولا مجال للمزايده فيها. من بوابه التشريع تسهيلات جديده في اجراءات التقاضي والتراخيص. مؤشر التعافي من كورونا يواصل ارتفاعه والإصابات دون 500 مجددا. أهلا بكم. لتوضيح ما يثار بشأن اللغط وما تم تداوله بشأن دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لزيارة الكويت، أصدر مكتب الرئيس الغانم توضيحا أكد فيه أن الدعوة تمت خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في 8 فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان، ومشيرا إلى أن الدعوة بروتوكولية لا تعكس بحال من الأحوال توجه رئيس مجلس الأمة السياسي. وأشار توضيح مكتب الرئيس إلى أن رئيس مجلس الأمة يوجه دعوة لرئيس أي برلمان بصفته وليس بشخصه أو توجهه السياسي، ويحكمه هذا معيار الصداقة والعلاقة مع الدولة المدعوة. وعن أبرز ما جاء في بيان توضيح مكتب الرئيس الغانم نستعرضه لكم في العرض التالي. دخلت الإجراءات المتعلقة بالتقاضي والتراخيص دخلت مرحلة جديدة في البلاد بتسهيلات تواكب التطور الرقمي ورؤية الكويت المستقبلية. هذه الخطوة جاءت مدفوعة بتحرك تشريعي على أكثر من مسار أثمر إقرار عدد من القوانين النوعية المتعلقة بالإعلان الإلكتروني وإعادة النظر في الأحكام النهائية والتوثيق، بالإضافة إلى استحداث نظام مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة. من بوابة التشريع دخلت إجراءات التقاضي والتراخيص مرحلة جديدة في الكويت مدفوعة بتسهيلات تواكب التطور الرقمي والتجاري والرؤية المستقبلية للبلاد. المعالجة التشريعية تواكب كذلك التطورات التي فرضها فيروس كورونا المستجد وتداعياته عبر تحرك بات في طريقه إلى التنفيذ للانتقال إلى الإعلان الإلكتروني الذي سيتم على مراحل تبدأ بالجهات الحكومية والشركات ثم الأفراد. ويهدف قانون الإعلان الإلكتروني إلى جواز رفع صحيفة الدعوة أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ما يحقق نقلة نوعية في التقاضي. التحرك التشريعي شمل كذلك تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال محددة. كما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النيابة العامة. التحرك التشريعي النوعي الذي حملته جلسة الأسبوع المنقضي أثمر كذلك قانونا جديدا للتوثيق يسمح للأفراد والشركات بالترخيص، ويأتي مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقا للتطور الإداري. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة عضو مجلس الأمة النائب عمر الطبطبائي. أهلا وسهلا بك معنا. بداية، حزمة من التشريعات النوعية أقرها مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، أبرزها قانون الإعلان الإلكتروني. ماذا سيضيف هذا القانون إلى إجراءات التقاضي المعمول بها حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير بداية، وشكرا دائما على متابعتكم يعني الدقيقة لأبرز المواضيع والأحداث في الساحة السياسية. الجلسة الماضية، الجلسة الأخيرة، كانت جلسة فعلا تاريخية. هناك 7 تقريبا قوانين يحتاجها الشعب الكويتي، 7 قوانين تنظم من عملية يعني المعاملات الحكومية وطريقة تعامل الحكومة مع الفرد أو المواطن الكويتي، وكذلك هي مواكبة للتطور اللي قاعد يصير بالعالم من حوالينا. يمكن اليوم عندنا، سمعت أنا توني النقاط اللي ذكرتوها، يعني أمانة الإعلان الإلكتروني لبعض القضايا كان المواطن يواجه مشاكل كثيرة في الإعلانات. اليوم من خلال مسج يوصل لك أو من خلال أي طريقة إلكترونية يوصل لك، ما تحتاج المندوب يوصل لك وما يلقى مكانك أو ما يلقى مكتبك أو عنوان بيتك، وتصير تترتب بعدها بقضايا أكبر وأكبر على المواطن اللي هو أساساً ما يدرينا عليه قضية. اليوم ما حد عنده حجة، اليوم العملية تسهلت، اليوم يعني مواكبة أمانة للتطور اللي قاعد نشوفه في البلدان اللي حوالينا. أتوقع هذا القانون يعني أن تأتي متأخر أفضل من لا تأتي. افترض هذا القانون موجود من سنوات، ولكن لله الحمد قدرنا نقره في الجلسة الماضية. نعم، التحرك التشريعي يعني شمل كذلك التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة. ما هي الأهمية القانونية التي يحملها هذا التشريع الجديد؟ أنا بعطيك مثال أخوي الكريم. تخيل تطلع يعني حكم معين على مواطن، وأوراق هذا المواطن اللي تثبت براءته ما تطلع إلا بعد ما يصدر في الحكم. في السابق حتى لو تطلع أوراق براءتك ما راح تقدر تلتمس مرة ثانية، خلاص القاضي حكم. اليوم هذه فرصة، لنعم يعني هناك ناس قد تظلم، ففي أي وقت تطلع أدلة براءتك تستطيع أن تلتمس وتستطيع أن تقدم هذه الورق، ويمكن تطلع براءتك. يعني تخيل يطلع لك سجن 10 سنوات أو أكثر، أو 5 سنوات أو أكثر، لو سجن شهر وظلم يعني ما كان لها علاج. اليوم هذا حل ممتاز، يستطيع أي شخص بعد ما يطلع مثلا على المثال أوراق البراءة أو أي قضية كانت أن تعيد المحاكمة مرة أخرى ويطلع براءة، لأن يعني الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، المجلس يعني كذلك أقر تعديلا على قانون المرافعات المدنية وأيضا التجارية بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاء. ما هي أبرز بنود هذا القانون؟ طبعا أيضا هذا قانون كثير من المواطنين يحتاجونه، وهي موجودة في كثير من الدول. قد يكون هناك يعني القانون أتوقع أنه يحتاج بعض التعديلات البسيطة، ولكن هذا القانون اليوم يتيح للمواطن، يتيح أن يخاصم يعني القضاء وإلى آخره. يعني في السابق هناك يعني حالة قدسية لا يستطيع أحد اختراقها، اليوم وفق هذا التشريع بالعكس يعطي فرص لإخواننا يعني في سير أمور القضية وإلى آخره. نعم، عضو مجلس الأمة النائب عمر الطبطبائي، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. التشريعات المتعلقة بمرفق القضاء وإجراءات التقاضي جاءت ضمن حزمة قوانين عددها 7 أقرها مجلس الأمة في جلسته الأسبوع الماضي، تتعلق بالمحاكمات الجزائية والمرافعات والتوثيق، بالإضافة إلى قانون التأمينات بشأن الاستبدال وتعديل آخر هدف إلى خفض نسبة خصم قروض الاستبدال للمتقاعدين إلى 15%، والذي جاء نتاج تعاون ملموس بين الحكومة ومجلس الأمة لتحقيق كل ما يخدم المتقاعدين. كما شملت التشريعات المنجزة قانونا بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.
للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس الأمة النائب علي الدقباسي. أهلا وسهلا بك معنا أبو سالم. بداية، بتعاون السلطتين خرج تعديل الاستبدال إلى النور لدعم المتقاعدين. ماذا يحمل هذا التشريع الجديد من بنود وأيضا مميزاته، وكيف سينعكس على الأوضاع المعيشية للأسر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خاصة يعني قناة المجلس والزملاء فيها كلهم جميعا. أتقدم بأحر التعازي لوفاة الزميل عبد العزيز الكندري اللي كان من أنشط مراسلينكم. هذه حقيقة تعزية لعائلته وأيضا لزملاء في قناة المجلس. جزاك الله خير. الله يحفظك. عودة إلى سؤالك، ما في شك، بدون شك الفضل لله وحده لا شريك له، ثم للتعاون الكبير اللي حصل بين كل أعضاء مجلس الأمة والإخوان في الحكومة في إقرار قانون أو مجموعة قوانين غاية في الأهمية. حضرتك أشرت لها، قوانين تتصل بقضايا تحقيق العدل وسلك القضائي، وأنا راح أتكلم عن القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. قانونين، القانون الأول وهو قانون خفض قيمة قصد قرض 7 أضعاف الراتب من 25% إلى 15%. هذا بلا شك سيعزز المكسب الكبير للمتقاعدين. هذا قرض حسن، لا فيه فوائد ولا مرابحة ولا شيء، يعطى مرة واحدة في العمر 7 أضعاف الراتب لكل إخواننا المتقاعدين. هذا راح يكون 15% اعتبارا من بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية إن شاء الله. متوقع إن شاء الله أنه في أكتوبر، لأن حاليا كل الأقساط مؤجلة. مع بداية الأقساط راح يكون وفقا للنظام الجديد بإذن الله. هذا في الجانب الأول. في الجانب الثاني، قانون الاستبدال. قانون الاستبدال هو قانون أيضا مهم للغاية. كان في مطالبات نيابية متعددة خلال سنوات كثيرة في مسألة تعديله، لأن الفوائد اللي تحصل عليها التأمينات كبيرة جدا، وأنا أصفها بالظالمة أو المجحفة. واليوم تعدلت هذه القوانين، أصبحت على النحو التالي، أو هذه الأنظمة مال الاستبدال تعدلت على النحو التالي، أنه صار حد أقصى بالفائدة 6%، ممكن تكون 5%، ممكن تكون 4%. طبعا وفقا لعمر المستبدل ووفقا ل مدة الاستبدال. وأنا أعتقد يعني أنه لابد من انتظار الشرائح اللي راح تطلع وفق الجداول من التأمينات بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. وخليني أقولك على حاجة مهمة للغاية، اللي هي شنهي، اللي هي أني أنا أدعو إخواني المتقاعدين في كل مكان ومتقاعدات، أن ما تسمعون من أي أحد كلام، أن ما تسمعون من أي أحد كلام إلا من الجهة الرسمية. أنا قاعد أشوف أحياناً في مطالبات ان كل واحد يقول كلام وكل واحد يألف، او انه يجتهد، ما اقول يألف، في شرح القانون. لابد تطلع الجداول حتى نعرف انت او انت في اي شريحة او اي عمر واي مدة. انتظارك للشرائح اللي راح تصدر من التأمينات راح تعرف هذا الامر. وفي كل الاحوال، في كل الاحوال سيستفيد الشعب الكويتي من هذا القانون استفادة كبيرة، وراح تنزل الأقساط فيما يتصل إلى 30% بحد أدنى. وفي ميزة ثالثة، أن الذين كان لهم استبدال مدى الحياة في القانون السابق، هذول أصبح لهم أيضا حق الاستبدال في القانون الجديد. نعم أبو سالم، يعني مواقف نيابية متواصلة تؤكد على مضي مجلس الأمة قدما في الدفع نحو إقرار المزيد من التشريعات الداعمة. ما هي أبرز القوانين التي تحملها الفترة التشريعية المقبلة؟ والله شوف، ما حصل في آخر جلسة كان يعني شيء ملفت للنظر. إقرار 5-6-7 قوانين متصلة مباشرة بحاجات الناس، قانونين بالتأمينات، 4 قوانين في التوثيق القضائي، في التبليغ عن طريق الإلكتروني. هذه أشياء مو سهلة ومهمة، وكانت مطالباتنا في مجالس سابقة. أنا يعني بحكم أني كنت في أكثر من مجلس شهدت هذه المطالبات وشهدت كيف تحققت اليوم. لكن في ناس عنده وجهة نظر في المجلس، مثل عنده نقد للمجلس. احنا يعني نتبع قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
انت هذا المجلس، انا اعتقد ان هذا المجلس طول الطموح، لكن من الظلم انك انت لك هذا الرأي وانك ما تنصفه في انجاز هذه القوانين المهمة المتعلقة بالجانب القضائي وتحقيق العدالة والمساعدة في تحقيق العدالة ومخاصمة القضاء وغيره، وايضا فيما يتصل في جانب التأمينات وادخال البهجة والسرور وخفض الفوائد. لابد ان نكون منصفين، لذلك هذه القوانين سيكون لها اثرا كبيرا ومباشرا على اوضاع الأسرة الكويتية وسيكون هذا ملموس. واكرر انا ادعو الى انتظار القوانين بعد نشرها بالجريدة الرسمية حتى نتأكد مما أقول، وكما يقول المصريين يعني التجربة أو المية تكذب القطاس. نعم. الكلام الكثير اللي يعني يقال أحيانا من ناس ما أنصفوا، أنا أعتقد أن فيه حتى إساءة لأنفسهم، لأن الحق أحق أن يتبع. نعم، عضو مجلس الأمة نائب علي الدقباسي، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. تقدم النائب أسامة شاهين باقتراح برغبة بدعم الحضانات كي تستمر خدمتها الاجتماعية في جميع مناطق الكويت لأكثر من 57 ألف طفل وطفلة بسبب ما تكبدته جراء جائحة كورونا. وطلب شاهين في اقتراحه بدعم المصروفات التشغيلية لحضانات الأطفال تحت رقابة وتدقيق إداري ومالي وفني لضمان عودتها لتقديم خدماتها فور انتهاء ظروف التوقف الإجباري الجارية بسبب تداعيات فيروس كورونا، سواء بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. أعلنت وزارة الصحة تعافي 536 إصابة من فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء 30,726 شخصا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن تماثلهم إلى الشفاء. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39,145 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 319 حالة. ولافتة إلى أن عدد المساحات التي تم القيام بها بلغت 2224 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 351 ألف فحص. أكدت مديرة برنامج تكنولوجيا النانو التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة لطيفة الحجي، أكدت أن تكنولوجيا النانو ساهمت في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال الحد من انتشاره الوبائي في مجالات عدة، منها العلاج والتشخيص والوقاية. وقالت الحجي أن الدراسات النانوية عموما تتجه لاستخدام جسيمات النانو وحقنها في جسم المصاب للحد من نشاط هذه الفيروسات التاجية من خلال مهاجمة الخلايا المضيفة له، شريطة أن تكون هذه الجسيمات نقية وآمنة وغير سامة وقابلة للتحلل من غير بقايا تذكر. نشرتنا لازالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. الساحة الرياضية تستعد لعودة مرتقبة للتدريبات باشتراطات صحية. سباق مع الزمن، استنفار صحي، الأزمات دائما تبرز معادن الرجال. عيالنا وإخواننا وقفوا في خط المواجهة، أيضا إلى مراكز القرار. كل شوارع الكويت صارت تعرفهم، يتسابقون، يبرون الكبير والصغير. أمن الكويت وسلامتها صحيا خط أحمر. فزعة أهل الكويت شيء مبهر بأرض الوطن. نستحلفكم بالله، خلكم في بيوتكم، وعلشان الكويت تقدر تتصدى.
من جديد أهلا بكم. تواصل الفرق التطوعية الكويتية جهودها في مساندة الجهات الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا عبر تعقيم الشوارع والطرق والشواطئ تفاديا لانتقال العدوى. فريق كويتي بالقمة كان له دور وطني في مواجهة الجائحة. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميل أحمد المسعودي فلنتابع. سواعد وطنية لفريق كويتي بالقمة يواصلون الليل بالنهار لخدمة وطن ومواطن في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، ليكون لتنظيف الشواطئ وتعقيمها جانب اهتمام لهكذا فريق. اليوم موجودين بشاطئ البلاجات على أساس أن نعقم الكراسي الموجودة وننظف الشاطئ من قنان الماء، قنان البيبسيل، التسوس، الكمامات، وقاعد كثر ما نقدر نحرص على الناس وننصحهم أن ونوزع عليهم الكياسة أن أي شيء عندك الأشياء الباقية تحطها داخل الكيس وانت قايم تقطها بالزبالة. وحرصنا أن أي انطلاقة تكون عندنا موفرين معانا تناكر ماء. طبعا اليوم تقريبا من 10 إلى 15 تنكر ماء وفرنا على أساس أن نسقي الزرع والمزروعات والشير الموجود هنا، وطلقت كذا عندنا تنكر ماء للأبراج. تنسيق مع جهات حكومية وتجهيز صهاريج فيها مياه لسقي المزروعات وأخرى معقم تفاديا لعدوى كورونا. احنا مساندين حق الفرقة التطوعية ونشكرهم ثانيا، واحنا قمنا بتوفير جميع مستلزمات اللي هم يطلبونها من عمال ومستلزمات ادوات التنظيف والتنظيف. من باب المسؤوليه المجتمعيه حبينا نتطوع مع الاخوان الكويتي بالقمه، جروب الكويتي بالقمه، ونبادر. يعني كافي، الكويت عطت وايد، لا بد الحين كل انسان يعطي حق هالبلد. بدل ما اطلع اتمشى اروح اشتري لي قهوه ولا عصير، اطلع اشوف الديره شنو تبي. من شارع البلاجات والتعاون وصولا لابراج الكويت، حمله تنظيف الشواطئ واستمرار للتعقيم وتطهير مواقع اخرى من قبل فريق وطني ليجعل من الشباب الكويتي في القمه دائما. احمد المسعودي لتلفزيون المجلس. أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحرير 4 محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة للقانون والقرارات المعمول بها، ولافتة إلى أن فرقها التفتيشية رصدت 115 جمعية تعاونية وسوقا مركزيا ومحلا تجاريا للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات. وأضافت أن فرقها رقبت 60 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع، وفضلا عن استقبال 104 شكاوى عبر مركز الطوارئ التابع لها عبر الخط الساخن المخصص لذلك. أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة إطلاق حملته الإنسانية وجبة العامل، التي تستهدف تقديم وجبات غذائية إلى 2000 عامل في مناطق العزل الشامل المتأثرين بتداعيات انتشار فيروس كورونا، بهدف التخفيف من وطأة الظروف الراهنة وتأثيراتها. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري إن حملة وجبة العامل تستهدف شريحة العمال الذين تقطعت بهم السبل بسبب إجراءات العزل وعدم تمكنهم من مزاولة أعمالهم اليومية، في حين تندرج جهود بنك الطعام في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية للمصلحة العامة واتساقا مع الجهود الوطنية في مكافحة انتشار الفيروس والمساهمة في بث الوعي المجتمعي بضرورة المساهمة لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا في وقت الأزمات. تطلق جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية غدا النسخة الثالثة لدورة أساسيات التصنيع الرقمي التابعة لأكاديمية المعلوماتية عبر التعليم والتدريب عن بعد، بالتوازي مع استكمال الجائزة جميع أنشطتها وفعالياتها عبر الشبكة المعلوماتية هذا العام، احتفاء بمرور 20 عاما على انطلاقتها. وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا للجائزة بسام الشمري، قال إن هذه الدورة التي تنظمها الجائزة تأتي بالتعاون مع أكاديمية الصناع المتخصصة بالتدريب البرمجي والتصنيع الرقمي، ولافتا إلى أن أكاديمية المعلوماتية مبادرة وطنية تهتم بالتعليم والتدريب التقني لتعزيز الصناعة الرقمية واقتصاد المعرفة، سعيا إلى تحقيق الريادة في قيادة التحول والتكامل الرقمي بسواعد وطنية.
أعلنت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون الخليجي انتهاء من مونتاج 111 حلقة حتى الآن لدروس التعليم عن بعد التي يتم تصويرها وتسجيلها في استديوهات وزارة التربية لمناهج المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام والديني لمادتي التربية الإسلامية والاجتماعيات. وقال المدير العام للمؤسسة علي الريس قال إن المؤسسة التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها تتولى حاليا إنجاز عدد من الدروس بالتعاون مع وزارة التربية والخاصة بالتعليم عن بعد بتكليف من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتقوم بعمل مونتاج دروس مسجلة في الوزارة. أكدت الإدارة العامة للإطفاء أن ما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالمكافآت المالية المقررة لمجابهة فيروس كورونا عار عن الصحة، وأوضحت بأن المستحقين للمكافأة المالية هم رجال الإطفاء الميدانيين والعاملين في الجهاز الإداري وموظفي الخدمة المدنية الذين التحقوا بمقار عملهم خلال الفترة الزمنية من 24 من فبراير الماضي وحتى نهاية مايو الماضي، على أن يشمل ذلك تاريخ تواجدهم على رأس عملهم. وبينت الإدارة أنه لم يتم حسم أمر كشوفات أسماء المستحقين حتى الآن، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عنها في حال الانتهاء منها. تمكنت وزارة الداخلية من القبض على شخص حاول إدخال مواد مخدرة ومؤثرات عقلية عبر طرود بريدية إلى البلاد موجهة إلى اسم وهمي، وموضحة أن الطرود كانت تحتوي على 52 كيلوغرام بودرة بيضاء كريستالية لمادة ترامادول و22 كيلوغرام من مادة الكيميكال و4 كيلوغرامات بودرة لصنع الكيميكال المؤثر عقليا. وقالت الوزارة إنه تم عمل التحريات اللازمة والتوصل إلى اسم ومكان المستلم الفعلي للطرود المشبوه، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بما نسب إليه، وتم تحويل المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تزامنا مع خطة عودة الحياة لطبيعتها، تستعد وزارة المواصلات لتقديم خدماتها للمراجعين من المواطنين والمقيمين في قطاع البريد والقطاعات الخدماتية بشكل تدريجي ابتداء من الغد، مع التشديد على مراعاة أن يقتصر استقبال المراجعين شخصيا على الحالات التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية، وموضحة أن كل قطاع سيقوم بتنظيم أسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية في الصالات المخصصة، ويحظر الدخول إلى مكاتب الموظفين في أي قطاع أو التجول في أروقة الوزارة. تستعد الساحة الرياضية لعودة التدريبات الرياضية المقرر أن تبدأ في 28 من الشهر الجاري وتحت إشراف الجهات المختصة، تخضع عودة التدريبات لمعايير صحية عالمية وبمراجعة وزارة الصحة التي وضعت بروتوكولا صحيا مبنيا على أسس وإرشادات قابلة للتطبيق لعودة النشاط الرياضي، وتدريبات اللاعبين في الملاعب المحلية تتماشى وخطة الدولة لعودة الحياة الطبيعية في البلاد والتي تنقسم إلى عدة مراحل. وتشمل الإرشادات الصحية تعقيم الملاعب التي ستقام عليها التدريبات وفحص الحرارة للاعبين والمدربين قبل بدء التدريبات. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية دكتور صقر الملا. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. هل لا يزال 28 من يونيو الجاري هو موعدا نهائيا لعودة التدريبات الرياضية، وكيف تسير الاستعدادات المتخذة في هذا الصدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الآن في الاستعدادات النهائية لتنفيذ موافقة مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 15 يونيو الماضي على العودة التدريجية للتدريبات الرياضية فقط. حاليا نقوم بشكل دوري بتقييم الأوضاع مع السلطات الصحية، وتاريخ 28/6/2020 ما زال قائما للعودة التدريجية للتدريبات الرياضية، ولكن وفق اشتراطات صحية مشددة. كذلك قمنا بالتعاون مع فريق تطوعي بالبدء بتعقيم المنشآت الرياضية
وكذلك قمنا بتعميم الاشتراطات الصحية على جميع الهيئات الرياضية الموجودة داخل دولة الكويت، وأي مخالفة لهذه الاشتراطات الصحية سيتم وقف التدريبات مباشرة وكذلك إغلاق المنشأة الرياضية. ونهاية طبعا كذلك قمنا بالمضي في الإجراءات الخاصة بتوفير محطات التعقيم داخل الملاعب والصالات الرياضية. نعم دكتور، ماذا عن آلية التعاون مع وزارة الصحة بشأن عودة التدريبات وأبرز الاشتراطات الواجب اتباعها؟ والله الأمانة وزارة الصحة جدا متعاونة معانا في هذا الشأن، يعني أيضا كذلك أحب أتنوه بأنهم وفروا لنا جميع الاحتياجات الفنية داخل مركز الطب الرياضي التابع للهيئة العامة للرياضة في منطقة الخالدية للمسحات الكاشفة عن فيروس كورونا المستجد. وفروا لنا الطاقم الفني، وفروا لنا المعدات الطبية. أما من ناحية الاشتراطات الصحية من الجزء الثاني من سؤالك، فكانت الاشتراطات الصحية مشددة، وتم زيادة مسافة التباعد الاجتماعي إلى 3 أمتار، وكذلك تقليل عدد الأفراد المسموح بتواجدهم وفق النطاق الصحي، وتشكيل لجان رقابة داخلية وخارجية، علاوة على الاشتراطات الصحية الخاصة بالتعقيم اللي كلنا عارفينها ولبس الكمامات وجملة من الاشتراطات الصحية الأخرى. نعم ختاما يعني دكتور، ماذا عن عودة النشاط الرياضي بالكامل والخطط الموضوعة بشأنه على وقع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد؟ اليوم تقعد تتكلم على عودة النشاط الرياضي كاملة، سيكون دون جمهور رياضي، سيبدأ بسبتمبر في الألعاب الجماعية والفردية، ولكن ما هم أعلى من 18 سنة المراحل السنية، ما هم دون 18 سنة راح يبدون تدريباتهم في شهر أكتوبر. الباصات النقل الجماعي ما راح يكون موجود لغاية شهر نوفمبر. كل ما قمنا به من خطط وإجراءات، هذه الإجراءات قابلة لأن تقل شدتها أو تزيد شدتها على حسب الوضع الصحي، جميع هذه على حسب الوضع الصحي اللي احنا قاعد نراجع بشكل مباشر ودائم مع السلطات الصحية. نتمنى السلامة للجميع. آمين يا رب العالمين. نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنفسية دكتور صقر الملا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. شارك وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة دكتور خالد الفاضل، شارك في الدورة العادية 51 والدورة غير العادية 10 للجمعية العمومية لشركة العربية البحرية لنقل البترول من خلال منصة الاجتماعات الافتراضية برئاسة ممثل دولة الكويت في الشركة ورئيس مجلس إدارتها عادل الجاسم. وقال الوزير الفاضل إن الاجتماعات تناولت الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2019 والمتمثلة بمواصلة تنفيذ خططها لتحديث وتطوير أسطولها بما يلبي متطلبات أسواق النقل البحري للبترول العالمية. كما تناول الاجتماع موضوع استمرار الشركة العربية البحرية لنقل البترول في مزاولة مشاريعها المشتركة مع عدد من الشركات النفطية الرائدة. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولارا واحدا و76 سنتا ليبلغ 37 دولارا و62 سنتا في آخر تداولاته، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية جرت تسوية خام برنت على ارتفاع، كما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا عند التسوية أيضا. قال الفلكي عادل السعدون إن موسم التويبع هو الموسم التاسع للسنة السهلية التي تبدأ في 24 من أغسطس ويدخل اليوم السبت، ويتكون من نجم واحد مدته 13 يوما ويسمى بالبارح الثاني، وهو المنزلة الثانية لفصل الصيف بعد موسم الثريا. وأوضح السعدون أنه بتويبع يحدث دخول الصيف فلكيا على شمال الكرة الأرضية بما يسمى الانقلاب الصيفي، ويوافق أطول نهار خلال السنة ويستمر لمدة 3 أيام، ومبينا أنه بهذا الموسم تشتد الحرارة وتسود الرياح الشمالية الغربية الجافة الحارة التي تسمى البوارح والمحملة بالغبار أحيانا، عندما تكون سريعة وتستمر الرياح إلى منتصف شهر يوليو وتتخللها أيام رياحها قليلة السرعة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى إبراهيم عبد العزيز العبد العزيز المقهوي عن عمر نهز 99. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد إسماعيل كوهري عن عمر نهز 86.
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد عبد الوهاب عبد العزيز العثمان عن عمر نهز 79. انتقل إلى رحمة الله تعالى سعود حمد عبد الله الحميدي عن عمر نهز 69. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الحميد حسن محمد بوعليان عن عمر نهز 66. انتقل إلى رحمة الله تعالى علي صقر محمد الهاجري عن عمر نهز 63. انتقل إلى رحمة الله تعالى سليمان نصار محمد الحريتي عن عمر نهز 58. انتقل إلى رحمة الله تعالى انتقلت إلى رحمة الله تعالى زهرة حسين علي العطار أرملة محمد تقي سعود عن عمر نهز 75. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شريفة حسين أحمد الهولي زوجة عبد القادر طالب الكندري عن عمر نهز 67. إنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجر ذويهم. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة هذه الأخبار وسواها عبر زيارة مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي الموجودة والظاهرة في أسفل الشاشة. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، شكرا لطيب المتابعة وإليكم العناوين وإلى اللقاء. مكتب رئيس مجلس الأمة دعوات رؤساء البرلمانات بروتوكولية والمواقف الوطنية ثابتة ولا مجال للمزايدة فيها. من بوابة التشريع تسهيلات جديدة في إجراءات التقاضي والتراخيص. ومؤشر التعافي من كورونا يواصل ارتفاعه والإصابات دون 500 مجدداً.